نزلت لكم اعلان على السايت قلنا لكم اكو مهرجان المنطاد الدولي ستنظم في ارمينيا للايام من 13 الى يوم 17. يومين كان في جارني يوم 13 و14، واليوم 15 و16 في يريفان. نحن الان في موقع المهرجان، وجبه من المناطق انطلقت في الصباح الباكر الساعه 7 صباحا، والوجبه الثانيه الان ستنطلق. سأدير الكاميرا ليصور لكم مقاطع من هذا المهرجان الجميل. شاهد أرمينيا من السماء، أو استكشفوا أرمينيا من السماء. اسم المهرجان Discover Armenia from Sky. الاستحضارات جارية لبدء انطلاق المناطيد. Gracias.